هنعمل زند محشي. يعني ايه زند؟ يعني كتف ضاني هنحشيه. متعودين بنحشي خضار، انا النهارده حبيت ان الحشوه تكون مختلفه شويه ومزيزه شويتين، عشان كده اخترت ايه؟ اخترت بصل واخترت زيتون مخلي وطماطم وزعتر وثوم. توابلنا ايه؟ ملح وفلفل اسود، مش عايزه اكتر من كده. تتبيله الزند نفسه هنتبلها في ايه؟ في زيت سندباد وملح وفلفل اسود وشويه زعتر وشويه ثوم، وهركنه فيه حوالي نص ساعه. المفروض ان هو يتركن في التتبيله دي حوالي نص ساعه. عايزه تحطي رشه جوزة الطيب ماشي، بس لو عايزه تستخدمي جوزة الطيب خليها في الاواخر، خليها على الرشه من فوق قبل ما يتلف وقبل ما يستوي. تمام. يبقى هنبدا ايه دلوقتي؟ مقاديرنا هتنزل على الشاشه، ومقاديري بتقول ان انا معايا ايه. معايا زند ضاني اللي هو الكتف، طبعا الوزن بتاعه حسب ما انت عايزه، عايزاه كبير عايزاه صغير زي ما انت عايزه. معايا ايه كمان؟ هتنزل مقاديرنا على الشاشه دلوقتي وهنشوفها ونصورها مع بعض. مقاديرنا تنزل على الشاشه، هتبقى معانا كتف ضاني مخلي من العظم، خلي الجزار يخليه ما تخلوش انت في البيت علشان ما يتبهدلش في ايديكي. ربع كيلو زيتون اخضر مخلي، معلقه كبيره ثوم مفروم، بصلتين مفرومين، نص كيلو طماطم مكعبات، زعتر فريش، زيت سندباد، زبده وملح وفلفل اسود. مقاديرنا سهله وبسيطه جدا، مش معنى ان احنا هنعمل زند محشي يبقى نتكلف حاجات كتير مش موجوده عندنا. لا، انا مش مكلفه النهارده الحشوه بتاعتنا خالص. اول حاجه هنعملها ايه؟ التتبيله بتاعت الزند نفسه. ادي زيت سندباد، بسم الله، نتبله ونركنه على ما نحضر الحشو. وادي زعتر، شويه ثوم، انا سايبه منهم شويات كده علشان هاخدهم للحشوه نفسها. وادي ملح وفلفل اسود. بالشكل ده كده. عايزه تحطي كاري ماشي، عايزه تحطي شويه بابريكا ماشي، زي ما انت عايزه، مش هتقولك لا. بالشكل ده كده. واروح ماسكه الزند، بسم الله ما شاء الله عليه، بالشكل ده كده، واروح حطاه في التتبيله واسيبه حوالي نص ساعه. ما عنديش وقت، ما فيهاش اي مشكله، بس لو هيفضل طبعا عندنا وقت نعمله من بالليل هيبقى حلو قوي، ما عندناش وقت يبقى نص ساعه. ده زند ضاني. يعني ايه زند؟ يعني كتف. بصوا كده اتنقع، ريحه التتبيله بتاعته هايله، وهي عباره عن ايه؟ يا دوب ثوم وزعتر بس، تحسوا ان هي ريحتها جايبه اخر الدنيا. نيجي نركنه كده على جنب ونبدا ان احنا نحضر الحشوه بتاعتنا. عندنا طاسه على النار هنحط فيها شويه زبده ومعاها كمان شويه زيت سندباد علشان ما تتحرقش مننا. بالشكل ده كده. عندي بصل وعندي ثوم وزعتر، بسم الله، مش عايزاها تتحمر وتاخد لون، انا يا دوب عايزه الحاجه معايا تشم نار وتدبل دبلان بسيط. مع رشه ملح اهي علشان يدبل معايا اسرع، ورشه فلفل اسود كمان، واروح حاطه باقي كميه الثوم علشان يطلع لي روايحه ويطلع لي زيوته. وادي الزعتر اللي فضل مننا. ما عنديش زعتر فريش يا نونا، اعمل ايه؟ ما فيهاش اي مشكله، نستعمل الناشف، بس يفضل طبعا لو لقينا الفريش هيدينا تيست اعلى بكتير من الناشف. بصوا كده. عندي الطماطم وعندي الزيتون المخلي. الزيتون المخلي انا مش هخليه يشم النار، مجرد ما الطماطم تتحط وتاخد تشويحه بسيطه كده هبدا اشيل من على النار كله وابدا ان انا احط عليه الزيتون. طب الحشوه دي ما ينفعش ان احنا نضيف عليها حاجات؟ اه طبعا ينفع نضيف عليها حاجات. عايزه تحطي خضار ماشي، عايزه تحطي مكعبات بطاطس وجزر وبسله زي ما انت عايزه. اصبح على مريم ولا صباح الهنا يا مريم؟ الو، صباح الجمال على عيونك، عامله ايه؟ الحمد لله يا رب تكوني بخير دايما. اموريني يا مريم. انا بحب حضرتك جدا. تسلمي لي، ما تحرمش منك يا رب. تسلمي لي حبيبتي. اموريني، ليك اي طلبات؟ اللي هي عايزه اعرف طريقه الكب كيك بالشوكولاته. عيوني الاثنين، ليك اي المشكله ان انا مش عندي الصينيه بتاعتها. ما عندكيش ايه؟ الصينيه بتاعتها وعايزه تعملي كب كيك. ماشي حاضر، هقول لك دلوقتي تعملي ايه. عينيا الاثنين، قولي لي. تنزلها لي زي المقادير اللي حضرتك لسه منزلها دي على ورقه. ماشي. عيوني الاثنين، استاذنك يا جمال، مقادير الكب كيك شوكولاته لاحلى مريومه. ولو احنا ما عندناش الصينيه يا مريم ممكن نعمل ايه؟ بيتباع
عند المحلات اللي هي بتبيع الادوات المنزليه قوالب الكف كيك بتبقى عباره عن السيليكون، بتبقى تقيله شويه، بنحطها في صينيه عاديه او في صاج وبنبدا ان احنا نصب فيها الكف كيك بتاعنا وبتطلع زي الفل. ما عندكيش القوالب دي وما عندكيش القوالب دي، هخترع لك اختراع للناس اللي ما عندهاش قوالب كف كيك، تمام؟ واوعدك ان في اقرب حلقه هفكر لك فيها واقول لك تعملي ايه. نورتيني يا مريومه. بصوا بقى دلوقتي كده هنيجي نعمل ايه. عندي بلانشو وعندي الورق الفويل، نعملها كده عشان تبقى لما معانا. وادي الزند بتاعنا او الكتف، بصوا عامل ازاي ما شاء الله عليه، واروح عامله كده طبعا متبل، والتتبيله بتاعته ريحه التوم في منتهى الجمال. بصوا كده، مش عايزه الزيت والحاجه بتاعته تطلع منه. هاجي كده الحشوه بتاعتنا دي كده خلاص، اروح احط عليها الزيتون. مجرد ما اتشالت من على النار احط الزيتون على طول، الزيتون ما يتحطش على النار، وابدا احشي بالشكل ده كده. عايزه تغيري الحشوه نعملها ايه؟ نعملها خضار، عايزه تعملي بطاطس، عايزه تعملي كوسه، بسله وجزر، زي ما انت عايزه. انا حبيت النهارده ان هي تكون خفيفه شويه ومززه شويتين. واصبح على امان واقول لها صباح الهنا. الو الو، صباح الفل. صباح الفل على عيونك، صباح الجمال والهنا على عيون حضرتك. انا بخير طول ما حضرتك بخير، تسلميلي يا رب دايما. تسلميلي يا رب. طب حاولي تكلميني مره تانية. بصوا كده، ليه انا اتعمدت ان انا احط ورقه الفويل من تحت علشان لما اجي اشيله بعد كده والفه ما تبهدلش الدنيا معايا. بصوا انا عملته كده اهو، الدهون دي كلها هتبقى اما تدخل الفرن هتبقى في منتهى الجمال. واروح عامله كده كده. في ناس كتير هتقولي دلوقتي الفويل غلط، انا في طبقه دهون والشحوم اللي احنا لسه شايفينها اللي هي دي اهي، دي كلها هتسلى، دي كلها بعد كده هتديني تيست حلوة قوي مع الفويل. بصوا كده، هحتاج ورقة فويل تانية علشان يتلف كويس قوي علشان نحطه في الفرن. طب انت يا نونا بقيت الحشوة دي كده خلاص مش هنستخدمها؟ لا، ازاي مش هنستخدمها؟ احنا هنحطها في أرضية الصينية بتاعتنا اللي هنسوي فيها العرق. بصوا كده، الصينيه بتاعتي انا سايباها بتسخن على النار من اول ما بدانا الوصفه بتاعتنا. ليه؟ انا عايزه لما العرق يتحط فيها يديني شمخه. هو مش هيتحط بالفويل؟ هيتحط بالفويل، بس انا عايزه الخضار دوت اول ما يلمس النار اكن الصينيه بتاعتنا في الفرن بقالها فتره، اكن الصينيه بتاعتنا في الفرن بقالها فتره. هنشوف دلوقتي مجرد ما نحط الحشوه ايه اللي هيحصل في الصينيه، ونروح حاطين عليها العرق على طول. بصوا كده، واروح شايلاها من على النار كده، وامسك العرق بتاعنا واعمل كده. تمام، واروح عامله كده. ليه بعمل كده؟ علشان انا عايزه الدهون اللي هتسلى من جوه من الشحوم بتاعت العرق نفسها، بتاعت الاسفه بتاعت الكتف نفسها، تروح منزله العصاره بتاعتها على الحشوه اللي في الارضيه. هنحطه في الفرن درجه حراره 275. ما عنديش درجات حراره للفرن، اعمل ايه؟ مفيش اي مشكله، نفتح الفرن على اعلى درجه عندنا ونحط فيها الكتف بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لمده الضاني طبعا احنا عارفين ان هو ما بياخدش اصلا تسويه او ما بياخدش وقت في السوى، فلمده ساعه بالظبط. ونبدا بعد كده وهو في الصينيه زي ما هو، اشق من النص الفويل كده وافتحه واسيبه تحت الشوايه ياخد اللون الجميل.